السلام عليكم. مع قدوم شهر رمضان أطلقت شركة صحة حملة دوائي في رمضان، واليوم المستشفى العين مقدم نصائح لمرضى الربو خلال الصيام. أولا، مرض الربو من الأمراض التي تستفيد من الصيام من خلال تحسين كفاءة الرئتين وسعتهما، حيث أن الصيام يقلل نواتج الفضلات الغازية من تساهل أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى تنشيط الرئة وعملها بشكل أفضل. ثانيا، النصائح المتعلقة بالأدوية. معظم مرضى الربو يعتمدون في علاجهم على البخاخات وبعض أنواع الحبوب. يمكن تصنيف أدوية البخاخ المستخدمة في علاج الربو إلى نوعين رئيسيين. النوع الأول موسعات الشعب أو ما يعرف أيضا بالأدوية المسعفة، وتؤخذ عادة عند اللزوم أو عند إحساس المريض بضيق في التنفس، وهي تقوم بتخفيف الأعراض القصيرة الأجل أثناء نوبة الربو. أما النوع الثاني من أدوية البخاخ هي الأدوية الواقية، وتؤخذ عادة يوميا بانتظام مرة أو مرتين في اليوم حسب وصفة الطبيب، وعلى المريض مراجعة الطبيب للتأكد من ضبط جرعة البخاخ الواقي حسب حالته، وأيضا عليه التأكد من استعماله الصحيح للبخاخات. في الغالب صيام رمضان لا يشكل أي معضلة لغالبية مرضى الربو، حيث يمكنهم استخدام البخاخ الواقي عند السحور وعند الإفطار. أما البخاخ المسعف فعلى المريض تناوله في أي وقت احتاج إليه حتى لو كان في نهار رمضان، وعليه مراجعة هيئة الإفتاء لمعرفة حكم الصيام في تلك الأحوال. بالنسبة للمرضى الذين يتناولون الحبوب فيفضل بتناولها وقت السحور. ثالثا، النصائح المتعلقة بنمط الحياة. ننصح مريض الربو بتناول كميات كبيرة من المياه أثناء الليل وبعد الإفطار لتفادي جفاف الجسم الذي من الممكن أن يزيد من أعراض الربو. أيضا تجنب الإجهاد النفسي قدر الإمكان والابتعاد عن الأماكن الحارة التي من الممكن أن تؤدي إلى الجفاف. وأخيرا، تفادي الأطعمة التي من الممكن أن تثير أزمة الربو. وكل عام وأنتم بخير.